صباح الهنا والسعادة، صباح الخير، ويوم جديد في 10 الصبح في الأهلي. يا رب كده يبقى يوم كله طاقة إيجابية وأخبار جميلة كمان. صباح الفل يا كريم. صباح العسل، صباح الفل عليكي، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، وإن شاء الله تستمتعوا وتسعدوا معانا بكل أخبارنا وكل فقرات النهارده. معانا اخبار كتيره ومهمه، وطبعا هنبداها ببعثه النادي الاهلي اللي هتتوجه للمغرب طبعا استعدادا بقى لمواجهه الوداد المغربي يوم السبت المقبل ان شاء الله في ذهاب نصف هنا نهائي دوري ابطال افريقيا. المباراه خليني اقول لحضراتكم طبعا وكلنا عارفين ان هي مهمه جدا لكل الاهلاويه، وكله عنده رغبه ان شاء الله بيحسم التاهل هنا للنهائي من هناك قبل مباراه بقى العوده في مصر. الاهلي كله على قلب زي ما بيقولوا كده رجل واحد، احنا عايزين ان شاء الله نحقق لقب القاري، وباذن الله هنحققه. كل التوفيق اللي بعتت فريقنا، باذن الله نحقق الفوز في لقاء الذهاب ونحسمها كمان من هناك باذن الله. طبعا مش محتاجين نقول ان البطوله الافريقيه هي البطوله الاغلى عند فريق النادي الاهلي وعند كل محبي وعشاق النادي الاهلي. بيتسو موسيماني الحقيقه يعني بيتوجه الى المغرب وهو شايل على اكتافه تاريخ النادي الاهلي، وكلمه تاريخ النادي الاهلي دي مش حاجه قليله على فكره، وكمان طموح الجماهير بطبيعه الحال مسؤوليه كبيره جدا. ولكن هو الحقيقه الراجل ده من اول ما حط رجليه في مصر ما شافش من كل الاهلاويه غير كل ثقه وغير كل دعم. صحيح، دي حاجه لازم يعني نكون متاكدين منها، وان شاء الله ان شاء الله هتكون مباراه حاسمه لصالح النادي.